انا اخذتها وراثي عن ابوي من منذ 35 سنه، ولتاريخ هلا انا متابع فيها، وتعتبر مسمكه حارم اقدم مسمكه في المنطقه في الوقت الحالي. انا بقوم تربيه الاسماك الكرب والمشط، ببدا في تربيه الاسماك المشط من الشهر الخامس، بقوم بزراعته لمده مدته 4-5 شهور تقريبا للشهر ال11 ليطلع معنا السمك مباشر. نحن بقى ببيع السمك على مراحل، لاني ما في عنا هالتجار الشيل الكميه اللي نحن محدوده عنا. بقى بيجينا زبونات مثلا 50 كيلو 100 كيلو، من تم مده بيع الشهر السمك عنا بين من 11 للشهر الواحد ليخلص موسمنا. بنرجع بنريح حالنا لاول شهر الخامس، بنفضي الاحواض، بنعقم، في عنا امور تعقيم للسمك بنعقمها. بعد ما نعقم الحواض ومنعقم السمك نرجع منطبه ونرجع مباشر بموسم جديد. له صعوبات، له قلة أكسجين، له أمراض، له تعب، له فرز. مثلا كل شهر ونص شهرين بنفرز السمك الناعم اللي ما طالع بناخده على غير حوض، السمك الخشم نحطه بغير حوض. مثلا نحن زمان أبوي كان في تجار تجي من الغاب، يجوا مثلا لهون اول نهار ثاني نهار يفضي ابوي هالمسامك. نحن كان عندنا هي مسمكه وفي وحده الرقر تحت التغيط، كان عندنا حوضين. يجي الزلم يبرق عنا يومين ثلاثه بنهارين يشيل الرزق كلياته يدفع حقه وتم شيء. هلا اليوم نحن بعنا اكبر تاجر عندنا هون في المحرب يشيل 100 كيلو السمك الزينه. كانت طرقات شغاله، مثلا نجيب سمك زينه من منطقه الغاب لعنا لهون، نريحه عنا يومين ثلاثه نبعته على تركيا، يعني ربح جزئي بس كنا كان أحسن من هلأ.